بقى نتحمم بالطشط وقت نقطع الكهرباء. لحد 10 إلى ربع على الـ MTV. أكيد مهم كتير نهار العرس ومهمة السليبريشن والعجقة حلوة وبدها تحضير كتير، بس بتصور أحلى شيء بالنسبة للعرسان هي الرحلة اللي بتطبع هالاحتفال يلي بتكون خلص خاصة لألون وعرواق، بتكون مبدئيا المفروض تكون هي فترة الراحة من بعد كل هالستريس يلي بيكونوا عاشوه قبل هالسليبريشن. windowwedding.com أكيد بعرفنا على هالموضوع أو على الايجنسيز يلي بتقدر توفر لنا سفرات بطريقه حلوه ومريحه على كل انحاء العالم، بس بيعرفنا كمان على كثير اشياء نحن بحاجه لها بالنسبه لحفلات الاعراس او البيج ايفنتس. windowwedding.com هو السايت، واليوم نحن رح نحكي عن اجانس نخال الشهيره بلبنان مع جورجيت عواد. اهلا وسهلا فيك جورجيت، مديره المبيعات بنخال. ثانك يو، اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه، يعني على اوفيس المبيعات بنخال الصبايا والشباب بيكونوا كثير، واكثر شيء صبايا. ما في شباب. يعني عندكم فعلا طولة بال وصبر مش موجودين غير مطرح. صحيح، اكيد، لانه اسم الله عندنا لود كثير قوي، ونحن مشهورين مثل ما بتعرفي بالبرامج اللي نحن بنقدمها حتى للهانيمونرز للعرسان او للاشخاص العاديه او للعيال اللي بحبوا يسافروا معنا. ليش بدنا نختار نخال لنروح هانيمون؟ عنوان الثقه. أول شيء نحن مميزين بالعروضات اللي منقدمها، إن كان كأماكن سياحية للسفر والأسعار اللي نحن منقدمها لخصوصا للهانيمونرز اللي بده يروحوا شهر عسل. عنا أسعار مميزة وعنا عروضات إجا بلشت من هلأ لخلال الأيام الصيفية حتى قبل شهر نيسان وحتى شهر أيار. في عنا برامج متعددة، دول أوروبية أو دول آسيوية حسب هن وين بحبوا يروحوا، وفي عنا كمان بيرجع للكابل هن وين بحبوا يروحوا، إذا بحبوا يزوروا أماكن سياحية أو أثرية أو إذا بحبوا يقضوا معظم الوقت على البحر أو إذا بحبوا يعملوا رحلات بالبواخر بقلب البحر. والكابلز اللي ما عندهم فكرة شو حابين؟ بيجوا لعنا ونحن بنفسر لهم كل شيء وبنقول لهم شو الفرق بين هيدي وبين هيدي وبين هيدي، لأنه في كثير ناس أكيد ما بتعرف، نحن علينا هون نوجه الكابل. وفي ناس عندها بادجت محدد كمان. صحيح. نحكي عنها بعد شوي، بس تنشوف هون شو عم نشوف. هولي صور كلب ماد أو الأوتيلات اللي من جوا بيفرجوكي فكرة عن القواد، عن الكابينات بقلب البواخر كيف بتكون، والرحلات كيف بتصير بقلب البحر، لأنه مثل ما قلنا ديجا أنه في ناس ما بتعرف شو يعني بالبحر، كيف بتكون بقلب الباخرة، وين مننام أو وين ما مننام. هلأ بحب أحكي شوي عن برامج على أوروبا اللي نحن محضرينها. هلأ عنا بروغرامات على أوروبا، منبلش بإيطاليا، بيعملوا زيارة فينيس وفلورنس وروما لمدة أسبوع، أسعار كتير حلوة للهانيمونرز، بتكلف على الكابل ب 3500 دولار. 3500 دولار شو بتتضمن؟ بتتضمن تيكت الطياره روحه رجعه مع ضرايب المطار، الاقامه باوتيلات 4 نجوم ان كان بفينيس بفلورنس او بروما، التنقل من المطار للاوتيل اوتيل مطار، حتى الزيارات بفينيس او بفلورنس او بروما، حتى هن ومارقين من منطقه لمنطقه، زياره بادوفا مثلا، كاسيا او اسيزي بايطاليا، وكمان بيكون في معهم تور ليدر من عندنا من الشركه، بالاضافه للدليل السياحي التلياني اللي هي بدها تشرح لهم عن كل الاماكن الاثريه اللي موجوده. اذا ما كنا هانيمونرز كنا كابل بضل ماشي لا كمان للعزابه كمان. كل البرامج اللي نحن بنعملها للهانيمون فيهم حيالا ناس عاديه انه يسافروا ويروحوا عليها، ان كان عيال او ان كان اصحاب مع بعضهم او رفقه بالجامعه تلاميذ، ما في اي مشكل. وفي عندنا شيء مميز هيدي السنه انه حتى الهانيمونرز فيهم يعملوا بروجرام او برنامج ينقوا رحله ما يبقوا فيها بالبلد الواحد ببلد واحد، بس عندنا بروجرام فيهم يعملوا في فرنسا مع هولندا ومع بلجيكا، هيك مشان ما نحصر الكابل يقعدوا ضلوا كل الاسبوع بمحل واحد، هيك بيتنقلوا من محل لمحل، بمضوا تنقل 5 ايام بفرنسا، بيعملوا ليله ببروكسل وبيعملوا 3 ايام او ليلتين بامستردام بهولندا. كيف لما تكون هالبرمه متعبه؟ هلا هي بترجع قلت لك للاشخاص هن شو بحبوا، عاده برامجنا هي منا سور شارجي مثل ما بيقولوا، منا مضغوطه، يعني عندنا ايامات في ايام بيكون فيها زيارات من الصبح للعشيه او بعد الظهر بيكون عندهم فري تايم، وبيجيهم كمان ايامات بيكون في عندهم فري، يعني هن حرين بيروحوا بيعملوا شوبينج، بدهم يتسلوا يبرموا لحالهم، ما عندنا مشكل.
ننتقل لبروجرام ثالث اللي هو كمان النمسا، اللي هو بروجرام كثير رومانسي للهانيمونرز معروف عنا. بيعملوا كمان في فينيس بايطاليا مع النمسا اللي هي انسبروك وسالزبورغ وفيينا، وفيهم ينزلوا نهار على المانيا بميونخ وكمان على بودابست بهونغاريا. كمان الاسعار كثير حلوه، بتتضمن بتكلف تقريبا على الشخص ب 3800 على الكابل عفوا 3850 دولار. وزيت الشيء مثل ما حكيت قبل شوي بتتضمن كل شيء من تيكت طياره، ضرائب مطار، المنامه بالاوتيلات، الزياره الدخوليه مع الفطور، واكيد التنقل اوتيل مطار مطار اوتيل. يعني هون الكابل اذا عنده بيدجي محدده، انا ما عندي الا هذا البيدجي، يعني خلص بيعرف فيكس. انه بيبقى عليه بس مصروفه الشخصي والغدا والعشاء تبعه. طبعا الكل عندهم بادجت كبر او صغير، عندهم بادجت معين، اكيد في ناس بيحبوا ما يزيحوا عنه بالمره. مزبوط. هون الحل موجود، بس اكثر من هيك خلصنا من البادجت ونقينا السفره او المشوار، بدنا نشوف كيف بدها تتسهل امورنا بقلب السفره. يعني هون بنعتلهم خاصه اذا في نقله من مطرح على مطرح. اوكي، هلا اول شيء بس اقول لك انه نحن بكل الرحلات اللي بنعملها ما بنترك الزبونات لحالها، يعني عندنا على طول مندوب من عندنا من الشركه موجودين على الاراضي. يعني من اول ما يوصل على مطار بحيالله بلد عم بيكون في ناس موجودين عم يستقبلوه من المطار، عم بيوصلوه على الاوتيل. لبنانيه حتى عم بيكونوا معهم خلال كل الاسبوع. يعني انت بدك اي معلومه، عزتي اي شيء، اي تفاصيل، هن عم بيكونوا موجودين معك بحيالله وقت. يعني هون هيدي النقطه كثير مهمه، لانه كمان السايح او اللبناني بحس حاله انه مرتاح، مش خايف او انا ما عارف شو بدي اعمل او وين بدي اروح او ما في حدا عم بيساعدني. في محلات نمر عليها مره بالعمر، يعني مزبوط. ما بنكون بنعرف شيء عنا انا وعن كيف لازم نتصرف. هذا سبب وجودنا معكم هونيك حتى ندلكم ونقول لكم شو في القصص، حتى باوقات الفراغ يعني ما فيها بروجرام تقدروا تعرفوا وين بدكم تروحوا او شو بدكم تعملوا. بس بحب اقول شيء، انه الشيء المميز كمان هالسنه انه نحن عاملين رحله مباشره، طيارات دايركت فلايت بيقولوا لها، على فينيس بايطاليا وعلى روما كمان. هيدي بتساعد لاكتساب الوقت، بتسهل على زبون انه يوصل دغري من دون ما يعمل اسكال او يغير طياره من محل لثاني. وايضا في عندنا بروجرامات على اليونان، رح يكون في عندنا شيء مميز السنه، طيارتين بالاسبوع على ميكونوس، جزيره ميكونوس باليونان ورودوس، رح يكون عندنا طياره كل نهار خميس وكل نهار احد. يعني هون اللي بيسهل كمان انه ما عم نجبر هيدا الكابل يبقى اسبوع بهيدي المنطقه. عم في ناس ما عندها فتره اجازه اسبوع او تقدر تاخذ فرصها لمده اسبوع، لو كنا احنا اعطيناهم الخيار واعطيناهم تسهيلات انه مثلا يطلعوا نهار خميس على ميكونوس ويرجعوا على طياره نهار الاحد. حتى الموظفين كمان اللي ما عنده فرصه في يطلع يقعد ويك اند. بالاضافه كمان لبرامجنا على تركيا، السنه رح يكون في قصص كثير مميزه، انه كل يوم رح يكون في عندنا طيارات، كل يوم من الاثنين لنهار الاحد، كمان هذا الشيء بيساعد كل الناس ان كان عرسان، حتى يلي بيتجوز بنص الجمعه بترضي عرسهم الاربعاء، فيهم يسافروا نهار الخميس، لانه يلي بتسافر بيتجوز الجمعه في يسافر السبت او يسافر الاحد. اعطيناهم التسهيلات من ناحيه الاسعار، من ناحيه وجود الرحلات المتكرره كل يوم. بس الافيلابيلتي لازم تكون يعني حجز قبل بوقت. بس على طول عندنا لبروجراماتنا، نحن على طول عندنا محلاتنا وعندنا الاوتيلات لنا، بحيالله وقت فيك تجي بتلاقي محلات. بس اكيد طبعا بتعرفي بايام الصيف بتعجوا كثير، بنفضل خاصه العرسان انه يحجزوا بكير تيستفيدوا كمان من العروضات اللي نحن مقدمين لهم اياها، ان كان من ناحيه الاسعار او الاوفرات اللي نحن بنقدمها. هلا اكيد في تحضير للكروزز بالبحر كمان. هلا الصيفيه بتكون عندنا صحيح، في عندنا نحن هلا بروجرامات للكوستا رح يمرقوا معنا بعد شوي بالبواخر. هي بتعمل جزر بتبرم بقلب اوروبا، بتعمل ايطاليا وبتعمل اسبانيا وبتعمل فرنسا مثل كوستا سيرينا. هون السعر عم يطلع كثير حلو، عم بكلف على الكابل بال 2800 دولار، تتضمن كل شيء، تيك الطياره، هذا السعر اول مره بيكون، هو البروموشن للهاني مونرز. انا متفاجئه. ايه هلا اذا بتحبي تروحي بنعمل لك هاني مون بنعطيكي زيت السعر. لانه فعلا السعر ما أكيد. ما كان موجود. بواخر خمس نجوم دولوكس، السعر بيتضمن تيك الطياره، ضريبه المطار، المنامه سبع ليالي عمتنا الباخره مع ترويقه غدا عشاء، بالاضافه للبرامج الترفيهيه اللي بيعملوها على الباخره. مع تيك الطياره مع تيك الطياره وحتى ضرايب المطار والبار والتنقل من
من المطار لنوصلهم على البور تبع محل ما بياخذوا البخره وبالرجعه كمان. واكيد في بواخر كثير ثانيه بتعمل ايطاليا مع اسبانيا او جزر اليونانيه مع تركيا او جزر اليونانيه مع كرواتيا. كمان اسعار كثير تلك بال 2800 دولار سعر كثير حلو للهاني مونرز، وخاصه يلي حاطط بيدجي معين انه ما بده يطلع عن هذا البيدجي. شو احسن موسم للكروزز؟ هي اللي بتتنقل هلا عندك باوروبا اكيد هلا من هلا لاخر الصيفيه، وبالشتاء بصير في عندك تنتقل البواخر للفار ايست او للجزر الكاريبي. طب باي وقت من السنه عندك فرصه ممكن تستفيدي من منطقه من العالم؟ صحيح، واكيد يعني نحن هون برامجنا كلها موجوده ديجا على الويب سايت www.tachal.com. حيالله شخص حب يسافر معنا حتى لو ما انه موجود بلبنان، ان كان من الدول العربيه بافريقيا او حتى باوروبا، ممكن يفوت على الويب سايت بيشوف كل التفاصيل مع الاسعار، وفيهم كمان يراسلونا كل الوقت نحن على طول يعني افيلبل حتى نرد على الايميلات تبعيتهم، شو في عندهم اسئله، حتى فيهم يحجزوا من برا عبر الانترنت. باي حاله طبعا انشورنس وكل شيء هذا بنعرفه مجبورين فيه اصلا، بس باي حاله طارئه او اي اكسيدنت كيف تتصرفوا مع اكيد مثل ما قلت لك ديجا اذا موجود ديجا بالرحله تنقول بايطاليا او بتركيا او باليونان موجود معهم مندوب من عندنا من الشركه لا سمح الله حيلا اكسيدنت هو اللي بيهتم بهذا الموضوع بيعرف يتصرف بالمنطقه اللي هن فيها، واذا بده يرجع على لبنان بكير صحيح نحن بنهتم بكل شيء دقائق عزاد، يعني من اخذه للسيح على المستشفى بنبقى معه كل الوقت نشوف اذا حالته طفيفه، هل ممكن يبقى بهذا البلد او اجباري لازم يرجع، بنهتم بالحجوزات وبكل شيء حتى نرده على لبنان. بعض الكروزز اذا في الحجز بكير ممكن يكون في كمان اسعار بعد مخفضه. ايه هول الاسعار هلا هلا ديجا مخفضه اكثر من هيك، لا الاسعار كثير حلوه حتى يعني اكيد ما في وقت هلا حتى نشرح كل البرامج اللي عندنا اياها والبواخر شو بتعمل شو بتزور اماكن او على اي بلدين بتمرق، دونك كلهم موجودين على الويب سايت تبعنا. وحتى بحب اقول انه الكتالوج تبع الصيفيه صار موجود عندنا بمكتبنا بالفرع الاساسي ببدار وسامي الصلح، وايضا بمكتبنا بجوني باللاسيتي. فاذا جايد لبناني او مساعد مساند لبناني راح يكون موجود، بس كمان في جايدز اجانب للمناطق اكيد على الباخره ما بيكون في معهم لبنانيه طبعا، بس عم نحكي بالبرامج المنظمه اللي نحن بنعملها على اوروبا مثل ايطاليا فرنسا اسبانيا او اليونان او تركيا. تور جيد يعني هون صحيح بيكون موجود على طول معهم شخص من عندنا من الشركه غير الدليل السياحي من قبل البلد اللي هن رايحين عليه. اهلا وسهلا فيك جورجيت، شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا هلا وقفه ونرجع نتابع.